السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. الكثير من المغاربة كيتواصلوا معايا في الخاص وكيطرحوا عليا أسئلة كثيرة، لكن واحد السؤال لقيته متكرر بزاف وهو صراحة مهم، اللي هو شنو هما الشروط باش ننجح ديال المشروع ديالي. لهذا في هذا الفيديو بغيت نجاوب على هذا السؤال وبغيت نعطيكم ثلاثة ديال الأمور الأساسية إلا بغيتي المشروع ديالك ينجح. قررتي بان لك واحد المشروع بغيتي ديرو، خاصك ثلاثة ديال الشروط إلا بغيتي ينجح، إلا طبقتيهم غادي ينجح إن شاء الله. إذن ثلاثة القواعد هما: أول حاجة الوقت. فاش تقترح عليك شي مشروع أو لا قررتي باش دير شي مشروع، طرح على راسك هذا السؤال الأول: واش أنت مستعد باش تعطي وقتك لهذاك المشروع؟ كثير من الناس كيبغيو يبداو شي مشروع لكن المشكل ديالهم الوقت، تيكون خدام ديجا في شي حاجه اخرى وكيقول لك راه غادي نبدا، ولا كيبدا بشويه بشويه ولكن ما عندوش الوقت ليه، وكيحط هذا العذر هذا انه المشكله عنده ديال الوقت. الا ما كنتيش مستعد باش تعطي الوقت لهذاك المشروع فمن الاحسن بلا ما ديرو لانه غادي يفشل. كلا غادي يقول لي انه الخدمه ديالو ما كتخلي ليهش الوقت، وهذه معلومه خاطئه. اكيد كاين الوقت، بما انه كاين الوقت باش تنعس، كاين الوقت باش تخرج، اكيد كاين الوقت باش تخليه لهذاك المشروع. حاول تنظم الوقت ديالك، حاول. كاين واحد القاعده شنو كتقول: كنحيد بالاشياء التافهه اللي في حياتي اللي ما غادي تنفعني بوالو، وكنعمرها بالاشياء اللي غادي تنفعني. مثلا كتمشي كتفرج في الكره، اولا كتجلس في القهوه، اولا كتغير في الدار ناعس كتفرج في الافلام. كاين بزاف ديال الاوقات ممكن المشروع ديالك تعطيه وقت وسط العمل ديالك. كاينين بزاف ديال الطرق، خاصك غير تقلب على كيفاش تعطي الوقت للمشروع ديالك. واحد المقوله معروفه على فين خاصك تدوز الوقت: احرص على ما ينفعك لان ما ينفعك يرفعك. يعني ركز على داك الشيء اللي غادي ينفعك، لانه راه داك الشيء اللي غادي ينفعك هو اللي غادي يرفعك للفوق. اما حاجه اخرى راه ما عندها ما غادي تفيدك بوالو، كيبقاو غير اشياء تافهه اللي ما عندهاش شي منفعه خاصه بحياتك. الحاجه الثانيه اللي خاصك ضروري حتى هي توفرها هو الجهد ديالك، يعني القوة ديالك. واش مستعد تضحي بالجهد ديالك لهذاك المشروع ولا لا؟ واخا كاين اللي غادي يعطيه الوقت للمشروع ديالو، لكن غادي يجي وغادي يجي بواحد الطريقة اللي فاشلة، ما غاديش يعطي الجهد ديالو، يعني الخدمة. واش انت مستعد تفيق بكري؟ واش انت مستعد تصبر؟ واش انت مستعد نهار كله انت تبقى في هذاك المشروع؟ واش عندك قدرة باش تعطي الجهد ديالك لهذاك المشروع؟ إذا كان الجواب لا، فمن الأحسن بلا ما دير هذاك المشروع. ولكن لك الجواب ايه؟ انك مستعد باش الجهد ديالك تعطيه لهذاك المشروع. يمكن لك هنا تنتقل للقاعده الثالثه. القاعده الثالثه او الشرط الثالث هو الالتزام. شحال من واحد قلنا بغى يعطي الوقت ديالو، بغى يعطي الجهد ديالو، لكن الاشكال في القاعده الثالثه هو الالتزام. كيعطي الوقت وكيعطي الجهد في الايام الاولى، في الاسبوع الاول، 15 يوم الاولى، لكن ما تيبقاش كيلتزم، كيولي كيلاشي بشويه بشويه، كينقص بشويه بشويه، حتى كيبعد على داك المشروع، واكيد غادي يفشل. الالتزام شي حاجه لي اساسيه على المشروع ديالك. الا كنتي كتعامل به بان لك انه غادي ينجح، بقى ملتزم به. والالتزام تيبغي الصبر، والصبر شي حاجه اللي مهمه في الحياه، لان الله تعالى كيبشر الصابرين. الصبر ضروري في الحياه في اي حاجه، فكذلك خاصك تصبر على المشروع ديالك. الام باش تولد خاصها تسنى 9 شهور، خاصها تصبر 9 شهور. الشجره باش تكبر خاصها تكبر بشوي بشوي، خاصها 5 سنين او 10 سنين باش تكبر. اي حاجه كاينه في الدنيا كتبغي الصبر، كذلك المشروع ديالك كيبغي الصبر. ما كاينش شي حاجه سميتها الربح السريع. الربح السريع هي كذوب، هذيك هي خدعه او لا نصب. عندك مشروع مهم غادي ينجح، خاصك تصبر عليه. يقدروا صحابك في هذيك اللحظه مشاو سافروا، يقدروا مشاو يلعبوا كره، يقدروا صحاباتك الا كنتي بنت مشاو يخرجوا او معروضين لشي مناسبه، لكن انت جالس بوحدك على المشروع ديالك مقابلو. هادو هما الشروط ديال النجاح، خاصك تكافح باش تقدر توصل. ودائما القاعده اللي تنقول هي انك خاصك دير شي حاجه اللي ما كيديروهاش الناس باش تحصل على النتائج اللي ما تتكونش عند الناس. قاعده معروفه الانسان اللي بغى ينجح. اما الا كنتي كدير داكشي اللي كيديروا الناس راك بحالك بحالهم. اذا كخلاصه لهاد الحلقه هذه، انه اللي بغى ينجح ديال المشروع خاصو يتوفروا ثلاثه ديال الحوايج او يجاوب على ثلاثه ديال الاسئله. اول حاجه هو الوقت، واش انت مستعد تعطي الوقت للمشروع ديالك. الحاجه الثانيه هي الجهد، واش انت مستعد فاش تعطي الوقت ديالك تعطي كذلك حتى الجهد ديالك، يعني الطاقه ديالك والاحاسيس ديالك كلهم تحطهم في هذاك المشروع.
والحاجه الثالثه هي الالتزام، والالتزام هو اساس اي حاجه غادي تنجح. يعني واش انت مستعد باش تلتزم باش ينجح لك المشروع ديالك؟ نتمنى تركزوا على ثلاثه ديال النقاط لانهم اساسيه لنجاح اي مشروع. ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.